15/3/2013 الجيش النظامي يقوم بحرق المنازل المدنيين بالقرب من دوار السبع بحرات. الله أكبر. بعد أن تقدمت كتيبة الصفة الإسلامية ودحرت تلك العصابات الأسدية ومن يؤازرها من الشبيحة. أبو جعفر، السلام عليكم. لماذا يقوم الجيش بحرق المنازل المدنيين؟ عندما تقوم بواسلنا وليست بواسلهم باقتحامهم ودحرهم، يقومون بحرق المنازل وتدميرها بالكامل. هذه أفعال بشار الأسد وكتائبه المجرمون والشبيحة المأجورون. هل تم دحر تلك القوات من هذه الأبنية؟ نعم. لماذا حسب رأيك يحرقون تلك المنازل؟ يا أخي، عند الجيش لما نشوف حاله بغلبة وما له قدرتنا، إيش بده يعمل غير إنه يحرق ويفجر؟ ما عنده وسيلة تانية. هاي أفعال بشار، وجايينك لقصرك، جايينك لقلب بيتك أنت وكتائبك المأجورين الكلاب والشبيحة، جايينكن على بيوتكن إن شاء الله.